بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة ولا يكرر عليهم كل يوم، وإنما يتخولهم بين حين وآخر، فالموعظة من هديه صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والموعظة لا شك أن لها تأثيرا في قلوب الموعوظين، يبقى أثرها فيهم إذا كانت صادرة من ناصح مخلص متبع للكتاب والسنة، كأنها موعظة مودع، يعني كأنها ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصنا، لأن من عادة المودع أنه يوصي من خلفه بالأمور المهمة، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأوصى صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: بتقوى الله واحدة، ثانية السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن تأمر عليكم عبد، ثم تمسك بالسنة عند ظهور الفتن والاختلاف. أوصى بتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم، أي من الصحابة، إذا كان هذا في عصر الصحابة الاختلاف والفتن، فكيف بمن يأتي بعدهم؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا بين الناس، يعني فعليكم بسنتي. ما ينجي من هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تحسم الخلاف، كما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحدث من الفتن وما يأتي بعد هذه الفتن من الخير ثم يأتي بعدها فتن وهكذا، فقال حذيفة: الرسول صلى الله عليه وسلم ما تأمرني إن أدركني ذلك، ما تأمرني إن أدركني ذلك،
قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأن لا ذلك. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة عند ظهور الفتن، وهي وصية للأمة كلها. والفتن تحدث لا سيما في آخر الزمان، تكثر الفتن، ولكن الحمد لله معنا من كتاب الله وسنة رسوله ما يعصمنا من هذه الفتن إذا تمسكنا به، إذا تمسكنا بالكتاب والسنة. فهذه الوصية عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والبلاغة كما يقولون هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. موعظة بليغة وجلت منها القلوب، يعني خافت منها القلوب وذرفت منها العيون بالبكاء خوفا من هذه الفتن، وذربت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني فهموا منها أنها في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع. فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله، هذه واحدة، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ثم إذا ظهر الاختلاف بين الناس عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله كلمة جامعة تجمع كل الخير، وقد أوصى بها الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، قال تعالى ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأوصى الأولين والآخرين أن يتقوا الله عز وجل. والتقوى أن تتخذ وقاية بينك وبين المكروه يقيك وتقيك منه، ولا يقي من هذه الفتن التي تحدث إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي، عليكم يعني إلزموا، كلمة عليكم فعل أمر أو اسم فعل أمر، أي إلزموا كما قال جل وعلا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم. عليكم بتقوى الله، تقوى الله هي فعل أوامره وترك نواهيه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، وهي كلمة جامعة تجمع كل خصال الخير. عليكم بتقوى الله، هذه واحدة. ثانية السمع والطاعة. عند ظهور الفتن والشرور تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو النجاة من الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة ما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني
هذه الفتن. قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامه. فعند ظهور الفتن علينا أن نلزم ما عليه المسلمون وإمام المسلمين، ولي أمرهم، وإمامهم يعني ولي أمرهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين، ولي الأمر يكون من المسلمين. في لزوم جماعة المسلمين وإمامهم منجاة من الفتن إذا ظهرت، ولن تدرك ذلك إلا أن تتعلم المنهج السليم الذي كان عليه سلف الأمة وأئمتها، تعلم العلم النافع. وإلا مسألة ادعاء اللزوم الجماعة من غيقة ولا علم هذا لا يكفي، فلا بد أن تتعلم ما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها لأجل أن تمتثل تسير عليه في حياتك. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني ما ينظر إلى نسبه، لا ينظر إلى شخصه، إنما ينظر إلى منصبه، حتى ولو كان عبدا حبشيا كما في بعض الروايات، في بعض الروايات مجدع الأطراف، يعني فيه في عيوب جسمية، أو نسبه ليس عربيا وإنما هو عبد حبشي، ما هو بالنظر إلى إلى شخصه ونسبه، إنما النظر إلى منصبه. فولي أمر المسلمين يدفع الله به شرورا كثيرة، وهو ظل الله في الأرض كما في الحديث. فلزوم ولي أمر المسلمين وإمام المسلمين وجماعة المسلمين هو النجاة من الفتن إذا حصلت. وفي هذا تحذير من اتباع المناهج غير منهج أهل السنة والجماعة. المناهج كثيرة، جماعات كثيرة خصوصا في هذا الزمان، والفتن كثيرة، ولا مخرج لنا إلا بلزوم إمام المسلمين وجماعة المسلمين. كل يدعوك أن تتبعه وأن الحق معه، ولكن الحق في جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فالزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. وليس من لازم إمام المسلمين أن يكون معصوما، أو ليس له أخطاء، أو ليس له ذنوب، لا يلزم هذا، لا يلزم أن يكون معصوما، وأنه إذا أخطأ ما يقتدى به، حتى ولو كان فاجرا، يعني لو كان عنده فجور معاصي يعني، لكنها لا تخرجه عن الإسلام، تلزم طاعته. إمام المسلمين برا كما يقول أهل السنة والجماعة في العقيدة، برا كان أو فاجرا، برا يعني مستقيما ومطيعا، أو فاجرا يعني عاصيا، لا تصل معصيته إلى الكفر والخروج من الدين. تلزم جماعة المسلمين وإمامه. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه
أنه قال أوصيكم بتقوى الله، هذه واحدة، والسمع والطاعة، هذه مهمة جدا، والسمع والطاعة من لمن؟ لولي أمر المسلمين. وإن تأمر عليكم عبد، لا تنظر إلى نسبه ولونه ولكن انظر إلى منصبه، ما دام هو ولي أمر المسلمين فعليك اتباعه ولزوم جماعته. الآن الفتن كثيرة، الشرور كثيرة، والجماعات كثيرة الآن، ما لنا مخرج إلا بلزوم إمام المسلمين وجماعة المسلمين، هذا هو المخرج من هذه الفتن وهذه الشرور. ولا بد أن تتعلم عقيدة المسلمين وما عليه سلف هذه الأمة. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بإحسان، ما هو بانتساب فقط، بإحسان يعني بإتقان، وذلك بأن يعرفوا ما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي الله عن المهاجرين والأنصار بدون قيد، لكن الذين اتبعوهم قيده بقوله بإحسان، والإحسان معناه أن تعرف ما هم عليه، تعرف سنتهم وطريقتهم تتمسك بها، وذلك بأن تأخذها عن العلماء، ما تأخذها عن العالمين أو عن الكتب والمطالعات، تأخذها عن علماء المسلمين الذين هم القدوة، حتى تتمسك بها على حق وعلى بصيرة. فحديث العرباض هذا حديث عظيم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يكون في المستقبل، وذلك مما أطلعه الله عليه لأجل تعليم الناس الطريق الصحيح. فأوصى صلى الله عليه وسلم أو بتقوى الله فيما بينك وبين الله، ثانيا في المنهج تسير على ما عليه إمام المسلمين وجماعة المسلمين وتترك ما خالف ذلك، وإن كان أهله يزينونه ويحسنونه ويدعون أنه هو الحق، الحق مع إمام المسلمين ومع جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمام، كما في حديث حذيفة. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. مذاهب كثيرة، جماعات كثيرة، لكن الحق مع جماعة واحدة هي جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فابحث عن ذلك وتمسك به. عليكم بسنتي، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عند الاختلاف ترجع إلى ما عليه سلف هذه الأمة من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا محفوظ ومدون ولله الحمد، تتعلمه وتتبعه، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي. الله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حياته الرد إليه، إلى شخصه صلى الله عليه وسلم، وبعد مماته الرد إلى سنته الصحيحة الثابتة. عليكم بسنتي، طريقتي. السنة تطلق ويراد بها الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطلق ويراد بها الطريقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المقصودة الآن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. من هم الخلفاء الراشدون؟ هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، لأن سنة الخلفاء الراشدين تبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، توضحها. ثم قال: تمسكوا بها. هذا تأكيد، تمسكوا بها، سيروا عليها، انتهجوها، الزموها، لا تحيدوا عنها يمنة ولا يسرى، إلى المنهج الفلاني، إلى المذهب الفلاني، إلى الجماعة الفلانية. لا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الغريق إذا وقع في غرق في لجة ماء ومعه حبل، ما له نجاة إلا بالله ثم هذا الحبل، هذا الحبل، إن أطلق هذا الحبل غرق في هذه اللجة، وإن تمسك به نجا. وهذا الحبل هو ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلفاؤه الراشدون. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، الأغراس، خشية أن تنفلت منكم، من الحرص على التمسك، لأن الغريق إذا خشي من الغرق ومعه حبل فإنه يعض عليه بأسنانه، ما يكتفي بإمساكه بيديه بل يعض عليه بأسنانه حتى لا ينفلت منه، لأنه يعلم أنه إذا انفلت منه غرق. كذلك إذا لم تتبع ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاؤه الراشدون تغرق في هذه الفتن، لأنه طريق النجاة، ما في نجاة غيره. عضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر صلى الله عليه وسلم مما يخالف السنة، سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين، حذر من ذلك: وإياكم ومحدثات الأمور، وهي البدع، المحدثات هي البدع التي تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والبدع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا معتدلا، وقال: هذا سبيل الله، وخط على جنبتيه خطوطا كثيرة، قال: وهذه سبل، وهذه التي على جنبتي الصراط هذه سبل.
من اتبعها ضل وضاع، من ترك الصراط المستقيم الذي هو الطريق الصحيح وقع في هذه السبل، ولا يتبين ما هو الحق. كل يقول الحق معي وأنا كذا فالرسول وضح لنا هذا إيضاحا، قال هذه سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. كل سبيل من السبل التي على جنبتي الطريق المستقيم عليه شيطان من شياطين الإنس والجن يدعون إليه ويرغبون فيه، وربما يبذلون الأموال والطمع، طمعون الناس، ولكنه طريق هلاك. على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. هؤلاء هم دعاة الضلال الذين هم على سبل الضلال يدعون الناس إليها. فمن أطاعهم أهلكوه، وهذه سبل على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها تأكيد، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، لأن من ترك السنن وقع في البدع. إياكم ومحدثات الأمور وهي البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا نجاة إلا بهذا، إلا بالتمسك بالسنة وما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وما عليه سلف الأمة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: طرقت اليهود على 72 فرقة، يعني من بعد موسى عليه السلام، وافترقت النصارى يعني بعد عيسى عليه السلام، طرقت النصارى على 73 فرقة، طرقت اليهود على 71 فرقة، طرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهو الذي ينجو من الهلاك ومن الضلال ومن الكفر ومن الشرور. ولكن هذا يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول العلم، العلم بما كان عليه الرسول وأصحابه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ما هو بالدعوة المجردة. كل يقول هذا هو ما عليه الرسول وأصحابه، كل يقول هذا، لكن الحقيقة لا تتعدد، الحقيقة هي واحدة، الحقيقة هي واحدة. والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. وسنة الرسول وأصحابه واضحة ولله الحمد محفوظة، قيض الله لها أئمة حرسوها وحفظوها ونحوا عنها كل كذب ودخيل، وهم علماء الحديث المحققون،
الذين حفظوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وصانوها وأبعدوا عنها الأحاديث المكذوبة والموضوعة، حرسوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لما بعثه الله به، قال: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا مخصبة، حفظت الماء وأنبتت الكلى، فرع الناس وارتووا، رعوا من هذا الكلى وارتووا من هذا الماء. هذه الطائفة المتمسكة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصاب طائفة ثانية أجادب، يعني لا تنبت ولكنها تحفظ الماء، وهؤلاء هم الحفاظ، حفاظ الحديث الذين يقتصرون على حفظ الحديث ودراسته وصيانته، دراسة أسانيده لمنع الكذب والدخيل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأولون هم الذين جمعوا بين الحفظ والفقه، بين الحفظ والفقه. والطائفة الثانية هم الذين أخذوا الحفظ ولم يعتنوا بالتفقه في الأحاديث، وهؤلاء فيهم خير لأنهم حفظوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كالأرض المجدبة التي أمسكت الماء للناس يرتوون منها، الحفاظ الناس يرجعون إليهم في رواية الحديث وأخذه، وأما فقه الحديث فهذا مع الطائفة الأولى. هؤلاء يسمون فقهاء المحدثين، الطائفة الأولى فقهاء المحدثين، الطائفة الثانية هم الحفاظ الذين اقتصروا على حفظ السنة وصيانتها وحراستها، فيهم خير كثير، مثل الأرض التي أمسكت الماء لكنها لم تنبت، فيها خير. والثالثة طائفة أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ثالثة أجادب، ما أمسكت الماء، ما أمسكت الأحاديث ولا حفظتها ولا صانت ولا أنبتت الكلاء، وهو فقه الأحاديث. هؤلاء لا خير فيه ولا فائدة منه ناس يعني، أما هم لأنفسهم إذا كانوا صالحين ومستقيمين على طاعة الله خيرهم لأنفسهم، لكن النفع المتعدي هو من الطائفتين الأوليين التي أمسكت الماء وأنبتت الكلى، والتي أمسكت الماء للناس. وأما الطائفة الثالثة فهم أجادب لا يمسكون ماء ولا ينبتون كلاء، فلا يحصل منهم نفع للأمة، وإن كانوا إذا كانوا مؤمنين ومستقيمين ينفعون أنفسهم فقط. فهذه عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، هذه الفتن والعياذ بالله. المحدثات هي البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالبدع ما فيها خير ضلال، وإن ادعوا أنها فيها خير وفيها عبادة وفيها لا، هي ضلال، البدع ضلال والمبتدعة ضلال، يجب الحذر من هذا. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار والعياذ بالله.
فهذا حديث عظيم، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حديث عظيم ومنهج قويم لمن تمسك به وسار عليه، والموفق من وفقه الله. ولكن الإنسان إذا بذل السبب وبذل الجهد فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه، وأما إذا أهمل وتكاسل وضيع فإنما يهلك على نفسه ويضر نفسه ويسير على غير هدى وعلى غير منهج سليم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. تحذير، كلمة إياكم هذه تحذير، إياكم ومحدثات الأمور، كل ما خالف السنة مما هو من قبيل الدين وهو يخالف السنة فهو بدعة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن قالوا إنها طيبة وإنها فيها خير نقول لا، البدعة ما فيها خير، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا ما قال. وفي الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه لا يقبل. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، يعني من عمل بالبدعة ولو لم يحدثها هو، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإما أن يكون هو الذي أحدث البدعة، وإما أن يكون ما أحدثها لكن عمل بها، فتتجنب البدع مهما كانت. من عمل عملا فهو، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السنة، فهو رد يعني مردود عليه، لا يقبل منه ولا يؤجر عليه بل يأثم عليه. فالبدع لا خير فيها، وإنما الخير بالسنن والتمسك بها، وهذا لا بد من العناية بالسنن وتعلم العلم النافع والعقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح وما هم عليه، هذه طرق النجاة من الفتن والضلالات والشرور التي تتجدد وتتعاظم، كلما تأخر الزمان زادت الفتن وخفيت السنن، تزيد الفتن وتخفى السنن، ولا تجتمع البدعة والسنة أبدا، لا بد أن إحداهما تخرج الأخرى، ما يجتمع سنة وبدعة أبدا، إحداهما تخرج الأخرى، السنة تخرج البدعة والبدعة تخرج السنة. فيجب معرفة هذا الأمر العظيم، وأنه لا يتساهل في البدع أبدا مهما كان، ومهما زينها أصحابها وحسنوها فإنها صد عن دين الله، وهي طريق هلاك، طريق ضلال مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، تعب بلا فائدة، بل لا يكتفي بأنه لا فائدة بل مضرة، فيه مضرة وهلاك، وفيه شقاء، وفيه كل شر. فالبدع لا خير فيها ولا في أهلها، وإنما الخير في السنن وأهلها، وهو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذه السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك حفاظ
وهناك كتب مصنفة في المحافظة على هذه السنة. الحمد لله، الدين محفوظ لمن يريد التمسك به. ولا تزال طائفة، كما قال صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة لا تزال في الأمة، ما تفقد هذه الطائفة، ولو كانت، والطائفة قد تكون واحد، الواحد يسمى طائفة، الواحد يسمى طائفة إذا كان متمسكا بالسنة وقائما عليها فهو الطائفة المنصورة ولو كان واحدا. ولا تفقد الأمة هذه الطائفة السنية الطيبة والحمد لله إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف. في ناس يخذلونهم وفي ناس يخالفونهم لكن لا يضرونهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه من هذا من لطف الله بعباده، أنه سبحانه يقيم للحق من ينصره ويدعو إليه ولو كثر الشر. فهناك من يتمسك بالخير ويدعو إليه وينشره في الناس، فلا تضل الأمة كلها جميعا، لا، يبقى من يبقى ولله الحمد، ولكن قد يكون غريبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء، لأن أكثر الناس ضدهم، أكثر الناس يتنقصونهم ويخذلونهم ويزهدون فيما هم عليه، لكن ما يضرهم هذا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم هذا أبدا. والله جل وعلا أبقاهم ليبقى حجته ليبقى حجته على خلقه، يبقون إلى آخر الزمان. قد يكون تكون هذه الطائفة في المشرق، قد تكون في المغرب، تكون في الشمال، في الجنوب، ليس لها مكان معين، لكنها موجودة، من ابتغاها وجدها، سأل عنها وجدها، موجودة ولله الحمد. ضمان، ضمان للحق لئلا يضيع. فالحمد لله، نحن الآن على منهج صحيح وعلى منهج سليم، مناهجنا الحمد لله على موجب الكتاب والسنة، دراستنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ندرس التفسير، ندرس الحديث وشروحه، ندرس عقيدة السلف الصالح وما هم عليه. فنحن ولله الحمد الآن على جادة صحيحة ومنهج سليم وطريق مستقيم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه إلى يوم نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا ورفع قدر في الدارين وأثابكم على ما قلتم ووجهتم، وأسأل الله أن ينفعنا بما قلتم، وأن يجعل هذه المحاضرة محاضرة نافعة مباركة، وأن يجعلها من العلم الذي ينتفع به. سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا، عندنا بعض الأسئلة للطلاب، سأعرض بعضها وإن تيسر الوقت بإذن الله تعالى سأعرضها كلها، ومن لم يتيسر عرض سؤاله فسماحة الشيخ مكتبه مفتوح صباحا في اللجنة الدائمة للإفتاء، ودروسه كل يوم بعد صلاة المغرب كذلك مفتوحة لمن أراد الاستفادة منه رعاه الله. يقول: أحسن الله إليكم،
قوله كل بدعة ضلالة هل يعني أن كل بدعة كفر؟ لا، البدعة ما هي كلها كفر. إذا كانت بدعة عبادة القبور والأضرحة هذه كفر، أما إذا كانت دون ذلك فهي بدعة ولكن ليست كفرا، هي ضلال ولكنها ليست كفرا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين البدعة والمعصية؟ المعصية أخف من ضرر من البدعة، لأن العاصي يعرف أنه عاصي ويتوب، لكن المبتدع يرى أنه على حق ولا يتوب، فالمعصية أخف من البدعة. البدعة والعياذ بالله شر، لأن صاحبها يرى أنه على حق ولا يتوب، خلاف العاصي فإنه يعرف أنه على خطأ ويخاف من ذنبه وقريب من التوبة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل تنقسم البدعة إلى حسنة وسيئة؟ نعم. يقول هل تنقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا، ما في البدعة شيء حسن، كل بدعة ضلالة. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وأن تقول لا في بدعة حسنة هذه مضادة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الذهاب لدراسة الماجستير والدكتوراه في الخارج في التخصصات العلمية؟ ويقول أنا الآن أنهي إجراءات البعثة، فما تأمروني به؟ الأمور التي المسلمون بحاجة إليها، المسلمون بحاجة إلى الطب، المسلمون بحاجة إلى دراسات الحربية والأسلحة، هذه الأمور إذا كان ما توجد في بلاد المسلمين وسافرت من أجل تعلمها لمصلحتك ومصلحة المسلمين فأنت على أجر ومثاب في ذلك. نعم. يقول أحسن الله عليكم، ما هي صفات جماعة المسلمين التي وردت في حديث حذيفة تلزم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ جماعة المسلمين هم اللي يكونون على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم جماعة المسلمين. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل توجد جماعة المسلمين في هذه الأيام أم لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله موجودة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما رأيكم بتجمعات الشباب في الاستراحات للدعوة وللتناصح وبشكل مكثف؟ لا، أنا ما أوصي بالاستراحات ولا في، أنا أوصي بالاجتماع في المساجد، اللي عنده خير يروح للمسجد وينشر الخير في المسجد ويعلم الناس الخير، أما هذه الاستراحات وهذه الخلوات وهذه الرحلات هذه مشبوهة، ويدخلها ناس مغرضون، لكن المسجد ما يستطيع المغرض أنه يدخل فيه. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما المراد بالفتن المذكورة في حديث حذيفة؟ الفتن ما خالف السنن، الفتن ما خالف السنن وهي متنوعة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل من كلمة أبوية من سماحتكم في شأن اجتماع واتحاد كلمة أهل السنة والجماعة؟ هل من كلمة أبوية من سماحتكم في شأن اجتماع واتحاد كلمة أهل السنة والجماعة؟ نعمل بقوله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تقوم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، بعض طلبة العلم يقولون لنا أن المنهج السلفي ضعيف ولا يواكب العصر بل يصلح للبوادي فقط، فما توجيهكم لنا؟ إذا كان ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف الصالح ضعيف ولا يصلح للعصر هذا هو الكفر بعينه والعياذ بالله، هذا وصف لمنهج الرسول لأنه لا يناسب العصر. نعم. يقول أحسن الله عليكم، بعض الشباب في هذه الأيام يقتنع بفكر تكفير المسلمين، فما هي الأسباب التي توصل الشباب إلى هذا الانحراف؟ هذا مذهب الخوارج،
اللي يرى هذا الرأي هذا من الخوارج وليس من أهل السنة، فيجب الحذر منه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم تأسيس الجماعات والأحزاب الدينية، وهل أجاز ذلك بعض أهل العلم؟ أهل السنة وحزب الله جماعة واحد، لا أحزاب ولا، جماعة واحدة، وإن تفرقوا في البلاد وإن كانوا في المشرق وفي المغرب وبعضهم، فهم يجتمعون على الحق. واليوم وسائل الاتصال الحمد لله سهلت التواصل بينهم في المشرق والمغرب. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سؤال تكرر كثيرا، وهو: هل يجوز الحج بدون تصريح، علما أننا جئنا من بلاد بعيدة وبعضنا جاء قبل سنين ولم يحج وقد يتخرج وهو لم يؤدي فريضة الحج، فهل يجوز له الحج بدون تصريح؟ قدم يا أخي، قدم وحاول طلب التصريح، وإذا حاولت ولا حصل لك شيء فأنت معذور عن الحج هذه السنة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: أنا من بلاد السودان ومحل إقامة الدائرة، واعتمرت في شوال وأريد الحج هذا العام. أنا إيه؟ أنا من بلاد السودان. نعم. ومحل إقامتي الدائمة الرياض، واعتمرت في شوال وسأحج هذا العام إن شاء الله، هل يلزمني التمتع أم أني أستطيع أن أفرد الحج؟ إذا أديت العمرة في أشهر الحج وحججت فأنت متمتع، إلا إن رجعت إلى بلدك بين الحج والعمرة. إذا رجعت إلى بلدك بين الحج والعمرة فإنك تكون مفردا للحج. أما إذا اعتمرت وسافرت إلى غير بلدك ثم رجعت وحججت فأنت متمتع. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم قول الله ورسوله أعلم بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ الأحسن أن يقال الله أعلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هناك من إذا حذرناهم من قراءة كتب بعض المنحرفين في العقيدة كسيد قطب وغيره احتجوا بأن العلامة ابن باز قد شفع فيه قبل 40 سنة وقت قتله، وأن إن ابن باز قد شفع فيه قبل 40 سنة وقت قتله، وأن إذاعة القرآن كانت تنشر تفسيره، وأن كتبه كانت توزع في المدارس، فكيف نرد على هذا؟ هذا ليس حجة، إذا كان فيه خطأ فالخطأ مردود، والذين ذكرت أنهم أيدوها ما دروا عما فيه. نعم. وأما أن ابن باز شفع له، هذه شفاعة حسنة في مسلم عرض للقتل، فهي شفاعة حسنة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إن بعض الطلاب يصورون بجوالاتهم من بجانبهم بدون إذنهم، بل بعضهم لا يرضى بالتصوير، فهل يجوز هذا؟ حتى لو رضوا ما يجوز التصوير، تصوير ذوات الأرواح ما يجوز. لعن صلى الله عليه وسلم المصورين، ولو أذنوا ما يبيح هذا، إنما الصورة أو التصوير يباح للضرورة، إذا كان للضرورة لا بأس، أما من غير ضرورة للذكريات أو فهذا لا يجوز. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما نصيحتكم في من يستمر على الذنوب ولا يستطيع تركها؟ يستطيع تركها، لكن الشيطان يثبته، ولو استعان بالله استطاع تركها. نعم. يستعين بالله توكل على الله ويترك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض طلبة العلم أو من ينسبون إلى طلبة العلم يقولون أن الذين فجروا في المساجد في المملكة اجتهدوا وأخطأوا، والشدة في الإنكار عليهم مبالغ فيها، فما توجيهكم؟ يعني معنى هذا أنهم على صواب وأنهم ماجورون، اجتهدوا ولم يصيبوا يعني لهم أجر، هذا كلام باطل، وبيوت الله تصان عن هذه، يعني يفجر بالمصلين الركع السجود ويعتذر دونه، يقال هذا مجتهد، كيف مجتهد؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: سمعت أن بعض الباحثين ضعفوا حديث ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وأن هذا الحديث يدعو إلى تشقق الأمة الإسلامية، وأنه يعني هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول يدعو إلى تشقق الأمة
الإسلام. الرسول يحذر، يريد بقاء الأمة الإسلامية، فيحذر عما يفرقها ويشتتها. والفرقة شر، والاجتماع رحمة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالفرقة شر وضلال، والاجتماع رحمة خير. نعم. يقول أحسن الله عليكم، ويقول أيضا لو صح الحديث يقصد به الطوائف غير المسلمة. هذا كلامه هو، لكن الحديث باقي والحمد لله، وأهل العلم شرحوه وبينوه، ما حنا بحاجة إلى هذا التفسير، يرجع إلى تفسيره الصحيح من كلام أهل العلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أستمتع بزوجتي فيما فوق الإزار إذا كانت صائمة وأنا مفطر؟ تعرضها، أن تعرضها للخلال بصيامها، اصبر إلى الليل ويسر الله. نعم. ما الذي يقول أحسن الله إليكم، ما الذي يجوز لي من زوجتي إذا كانت حائض؟ ما عدا اعتزل النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض، وما عدا ذلك تستمتع بجسمها ما عدا مخرج الحيض. اعتزل النساء في المحيض. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم إنشاء جماعات إسلامية بحيث يكون لها أمير في كل دولة؟ لا يجوز، هذا من التفرق الذي نهينا عنه، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الإمامة والولاية والخلافة؟ كلاهما سواء. نعم. يقول أحسن الله إليكم، بعضهم يقول إنما تلزم طاعة الإمام الذي يكون خليفة عاما. يا أخي، من عهد قديم وبعيد، والأمة كل أهل بلد لهم إمام، وكل إقليم له إمام، وأهل العلماء موجودون ولا قالوا هذا ضلال. نعم. يقول أحسن الله فكل ولي أمر في إقليمه يسمع له ويطاع. نعم. يقول أحسن الله إليكم، زوجتي لديها مقابلة عمل هي ومعلمتان بنفس الوقت مع المدير. نعم. زوجتي لديها مقابلة عمل هي ومعلمتان بنفس الوقت مع المدير، هل تعتبر هذه خلوة به لنصف ساعة مع حضور المعلمتين واللباس الشرعي والنقاب؟ لا، ما هي بخلوة. الخلوة أن تكون امرأة ورجل فقط في مكان خالي، امرأة ورجل في مكان خال. وأما إذا كان أكثر من امرأة أو معهم رجال فهذه ليست خلوة، لكن لازم من الاحتشام والتحفظ والستر. نعم. يقول أحسن الله إليكم، بعضهم يستدل بقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا إلى آخر الآية أن الوجوب هو لزوم جماعة المسلمين وليس الانتساب إلى السنة أو إلى السلف الصالح ونحو ذلك. ما يكون المسلمين إلا إذا كانوا منتسبين إلى السنة ومتمسكين بها. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أم لابنها الصغير عندها مبلغ من المال من راتب والده المتوفى، وهي تصرف عليه هي وأسرتها، فلا يأخذون من الراتب، وتريد أن تأخذ شيئا منه وتريد لتحج بذلك، فهل يجوز لها؟ تأخذ ولاية عليه من القاضي، تصرف عليه من ماله، وأما أنها تأخذ من ماله وتحج به أي ليس عليها حج، ما تستطيع، والحج إنما هو على المستطيع، مستطيع بماله. إذا كانت تستطيع من مالها أن تحج تحج، أما أنها تأخذ من مال غيرها لا. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو التأمين الكامل للسيارة؟ التأمين التجاري لا يجوز، التأمين التجاري حرام، أكل للمال بالباطل وأموال الناس، قد تدفع مبلغا ضئيلا ويكون عليك غرامة وتأخذ مبلغ كبير من أموال الناس، ما يجوز لك هذا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أدرس في المعهد في المساء ووقت صلاة العصر يتعارض مع وقت المحاضرة، فيطلب منا المحاضر أن نصلي في مصلى المعهد وأن نترك الصلاة جماعة في المسجد، فهل يجوز له ذلك؟
لا ما يجوز، ما دام تسمعون الأذان والمسجد قريب صلون وترجعون للمحاضرة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما علاج الفتور في طلب العلم، وهل تنصحون بحفظ متون معينة؟ المقررات، المقررات في الجامعة تحفظها وتفهمها على أيدي المدرسين. نعم. يقول أحسن الله إليكم، المني الخارج من الذكر بعد الاغتسال هل يؤثر على الطهارة؟ ينقض الوضوء، خارج من السبيلين ينقض الوضوء أيا كان. نعم. يقول أحسن الله إليكم، كيف الوصول إلى علم الشيخ بن باز وعلمكم؟ أنا ما عندنا علم، أما الشيخ بن باز نعم عنده علم، الله يغفر له ويرحمه، أما نحن مساكين مثلكم، لكن يجب علينا أن نتعلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم فتح المجال للتاجر الكافر للمتاجرة في بلاد المسلمين إذا كان هذا التاجر بين الضرر على المسلمين؟ هذه مسألة سياسية ترجع إلى سياسة الحكومة وولي الأمر هو اللي فيها. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم رفع صور الأصنام للدعاية والإعلام والإعلان للشركات والفنادق؟ ما حكم رفع صور الأصنام للدعاية والإعلان للشركات والفنادق والمحلات وغيرها؟ لا يجوز شعارات الكفر ترفع، لا يجوز في بلاد المسلمين. نعم. يقول عندنا بعض طلاب العلم ممن هم مبتدئون في طلب العلم يهجر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، فما نصيحتكم لهم؟ هذا ما هو طلب العلم، طلب العلم يقرب بين الأخوان والأحبة، لأن وجهتهم واحدة ومنهجهم واحد، كيف يتعادون؟ فهؤلاء ليسوا طلبة علم. نعم. يقول رفع الله قدركم في الدارين، ما هي السنة ومن هو السني ومن هو المبتدع؟ السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمبتدع من خالف طريقة الرسول، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا هو المبتدع. وأوصيكم بتقوى وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم السمع والطاعة إذا كان إمام المسلمين مشركا كافرا؟ هذا ليس ولي للمسلمين، ما يجوز أن يكون ولي أمر المسلمين كافرا ومشركا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما الحكم إذا كانت هناك لكن إذا كان يخاف، إذا كان يخاف إذا عارضه أو قام عليه يخاف من الشر ومن نشر الفتنة، لا يخرج عليه لأجل دفع الشر، لا لأجل أن السمع والطاعة له واجبة، لكن لأجل دفع الشر عن الرعية. نعم. يقول أحسن الله لكم، ما الحكم إذا كان في بلدي جماعات كثيرة إسلامية كل واحدة تدعي أنها جماعة المسلمين؟ شف ما هي عليه الجماعة، شف ما هي عليه، ما هو المنهج الذي تسير عليه، فإن كان الكتاب والسنة فهي جماعة مسلمة، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة فهي إما أن تكون على غير الإسلام أو تكون مسلمة عند ضلال وانحراف. نعم. يقول أحسن الله إليكم، سمعت بعض الدعاة يقول أن تفسير الشعراوي من أحسن التفاسير التي كتبت، فما يعني رأيكم؟ عنده، يعني عنده من أحسن التفاسير. نعم. يقول أحسن الله إليكم، فهل تنصحون بقراءته؟ ما شفته، أنا ما شفت التفسير علشان أنصح بقراءتي. نعم. يقول أحسن الله إليكم، في بلدنا ولي الأمر أشعري العقيدة وتيجان الطريقة، فهل يجب الساعة له؟ اسألوا علماءكم عن هذا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز نبش القبور من مسجد أريد توسيعته فوجد فيه قبورا عند إعادة البناء، مع أنه كان مسجدا يصلى فيه دون العلم بأن فيه قبورا منذ زمن طويل؟ تخرج القبور وتدفن في المقابر، تنقل من محلها إلى وينظف المسجد منها. نعم. يقول أحسن الله إليكم، بعض الشباب يطيل شعره ويربط شعره من الخلف مثل النساء، هل يجوز مثل هذا؟ لا،
التشبه بالنساء لا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أقرأ القرآن من المصحف إذا كنت محدثا حدثا أصغر؟ مباشرة تباشر كتابة المصحف لا يجوز هذا، أما من وراء حائل فلا مانع. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ظهر أحد الدعاة متحدثا عن انتخابات الحكام في بعض البلاد الإسلامية قائلا: حاكم يحصل على نسبة لم يحصل عليها رب العالمين بين الخلق الذين خلقهم، ولم يحصل عليها الأنبياء والمرسلون. السؤال: ما حكم هذا القول وما الموقف من قائله؟ هذه مبالغة، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يتراجع عن هذا الكلام ويستغفر ربه. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ظهر الآن جليا ثمار ما تركته المظاهرات من قتل وتشريد. يقول ظهر الآن جليا ثمار ما تركته المظاهرات من قتل وتشريد، فمن يتحمل كل هذه الأمور؟ هل يتحملها من دعا إلى ثورات الربيع العربي؟ نعم، يتحملها من دعاهم إلى الشيء وأغراهم به. نعم. يقول أحسن الله إليكم، سمعت بعض الناس يقولون أن السمع والطاعة لا يلزم منه البيعة، فهل هناك تلازم بين السمع والطاعة والبيعة؟ إذا بايع أهل الحل والعقد لولي الأمر تلزم البقية السمع والطاعة، وإن لم يبايعوا تبع، يكونون تبعا. نعم. والمسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هم كل واحد يبايع، يكفي أهل الحل والعقد إذا بايعوا يكفون. نعم. يقول: ما الجواب على من يقول بأن الحاكم الكافر يجوز الخروج عليه فيحث الناس على الخروج عليه؟ هذا يسألون علماءهم اللي عندهم، أنا ما أتدخل في الممالك والأخرى والدول الأخرى. يقول: كيف يحفظ طالب العلم نفسه من الرياء واتباع الهوى؟ يخلص النية لله عز وجل، يخلص النية لله ويستغفر ربه مما حصل منه، والله يتوب على من تاب. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما الحكم الشرعي في تأسيس الأحزاب الدينية على أساس إقامة شرع الله والدعوة إليه؟ الإسلام ما فيه أحزاب، المسلمون حزب واحد، حزب الله، إن حزب الله هم المفلحون، حزب واحد ولا ينقسمون إلى أحزاب وجماعات. نعم. يقول أحسن الله إليكم، شخص ساكن بين مكة والميقات ولكنه يعمل في الرياض، هل يجوز أن يجاوز الميقات إلى بيته ويحرم منه؟ لا، حكم أهل الرياض، يحرم من ميقات أهل الرياض. نعم. يقول أحسن الله إليكم، سمعت بأن الشيخ عبد العزيز بن باز قبل وفاته أثنى على الإخوان المسلمين وحث على قراءة كتب بعض أفرادهم كسيد قطب، فهل هذا صحيح؟ جيب لنا نص كلام الشيخ بن باز نشوف، أما كلام ودعوة ما ندري. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل طالب العلم الشرعي يدخل في القسم الذي يعطى له من مال الزكاة؟ نعم. هل طالب العلم الشرعي يدخل في القسم الذي يعطى من مال الزكاة؟ نعم، طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، والطالب الفقير يعطى من الزكاة، يساعد من الزكاة على طلب العلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، كيف نستطيع أن نحارب المد الرافضي بطريقة سلمية؟ كيف نستطيع أن نحارب المد الرافضي بطريقة سلمية؟ بين السنة وطريقة الرسول وأصحابه وطريقة أهل السنة والجماعة، وبهذا يبين ما خالفه من المذاهب الأخرى. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن أنهى دراسته الجامعية وأراد الرجوع إلى قريته لتعليم الناس العلم النافع بالخطب والكلمات؟ هذا طيب، ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. يقول: سأسافر قريبا إلى بلدي وأحتاج أن أعمل، ولكن كل مكان للعمل فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فماذا تنصحني؟ اذهب إلى عمل في غير البلد اللي فيه اختلاط، اذهب إلى بلد
واعمل فيها ما في اختلاط. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل العلماء يخطئون في المسائل العقدية أم فقط في المسائل الفقهية؟ الخطأ ما أحد معصوم منه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، يخطئون لكن إذا تبين لهم الصواب رجعوا إليه. نعم. يقول أحسن الله إليكم، إذا رأيت طالبا ينتمي إلى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة ونصحته ولم يستجب، فهل يجب علي الإبلاغ عنه أم تكفي النصيحة؟ إذا كان ينشر الدعاية لهذه المذاهب فبلغ عنه، أما إذا كان شره مقتصرا عليه فأنت نصحته وأديت الذي عليك. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة في المسجد النبوي لوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده، هو دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت خارج المسجد، فلما أراد الخليفة يعني توسعة المسجد، لما أراد توسع المسجد أدخل الحجرات فيه من باب التوسعة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، إنما هو في منزله في حجرة عائشة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، انتشر في هذا الوقت صور لأطفال ميتين، وكذلك رأينا غرق أكثر من 200 شخص سوري في إحدى الأماكن، يقول فهل يشارك في هذا الإثم العظيم من دعا إلى الثورات وإلى الربيع العربي من الدعاة المحرضين؟ من دعا إلى تفريق المسلمين ودعا إلى الفتن فهو يدخل في هذا. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم وضع القبور في أماكن مرتفعة؟ حسب الحاجة، حسب الحاجة، إذا ما وجد مكان مناسب إلا هذا المكان فإنه إما يوضع في حجرة أو أموات يوضعون في حجر لأن هذا استطاع، وإما أن يحفر له في الأرض وهذا أحسن، ويدفن فيها بما يواريه ويبعده عن وجه الأرض. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ماذا يلزم المرء الذي يرى تجاوزات مالية وإدارية ومحاباة من الرؤساء، وإذا أراد أن يتكلم عما هم فيه قد يتعرض للأذى فضلا عن عدم الاستماع إليه؟ يسكت خلاص، ما دام ما يسمع له ولا له تأثير يسعه السكوت. نعم. يقول أحسن الله إليكم، تأتيني رسائل فيها ردود على بعض الدعاة لأخطائهم المنهجية، فهل أسمعها وأنشرها أم أعرض عنها؟ لا تنشرها، قد يكون هو مخطئ أو اتهامات وتحريش بين الناس، اتركه لا تنشره. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم تعدد جماعة المسلمين في بلدة واحدة؟ كيف تعدد المسلمين جماعة واحدة؟ نعم. يقول وما الموقف الواجب على من كان في بلدته أكثر من جماعة للمسلمين؟ يتبع الذي على الحق، يتبع الجماعة التي على الكتاب والسنة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل التمثيليات الدينية والأناشيد كما تسمى من أسباب موعظة القلوب؟ لا، من أسباب الغفلة، وهذه أمور ليست من وسائل الدعوة، ليست من وسائل الدعوة، الدعوة تكون بالموعظة والكتاب والسنة وما دعا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والدعاة المخلصين، ونحن في غنية عن هذه الأمور. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما هو ضابط الإمامة؟ وهل يقول ما هو ضابط الإمامة؟ وهل الآن تتبع بحسب انقساب الأمصار؟ كيف الإمامة؟ كل أهل الإقليم لهم إمام يطيعونه، كل أهل الإقليم مستقلين يتبعون أميرهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، بعض المتأثرين بالخوارج يستدلون بما يفعلون في بلاد الشام وغيرها من قتل المسلمين بأنه مثل ما فعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب من تدبير للأصنام وإحياء حكم الله، فما الرد عليهم؟ الشيخ بن عبد الوهاب ما نفذ بيده شيء إلا عن طريق ولي الأمر،
ولي الأمر، وفي الأول ينهى عن هذه الأمور، ولما بايع ولي الأمر الإمام محمد بن سعود رحمه الله فولي الأمر هو الذي يقوم بهذا. نعم. يقول أحسن إليكم: هل يجوز للمسلم أن يتبرع بجثته بعد موته؟ هل يجوز للمسلم أن يتبرع بجثته بعد موته؟ ليست له جثته، ليست له، ولم يرخص الله له في ذلك، هي ملك لله جل وعلا، ليست له. نعم. يقول: المرأة، يوجد امرأة تسكن في مكة بجوار المسجد الحرام، فإذا أرادت أن تحج هل يشترط لها محرم؟ إذا كانت مع جماعة نساء أو مع، يعني ما تنفرد الحالة تحج، لأن هذا ما هو بسفر، المحرم إنما هو في السفر، وهذا ليس سفرا. نعم. يقول: ما حكم إقامة الصلاة بغير إذن الإمام الراتب إذا لم يتأخر؟ إذا لا يجوز، يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، الذين الدعاة الذين يشجعون الناس على الثورات والمظاهرات، هل يجوز فضحهم بأسمائهم والتحذير منهم؟ هؤلاء إذا تثبت من أمرهم وأنهم ينشرون الفتنة بلغ ولي الأمر عنهم، بلغ ولي الأمر، هذه أمور سرية ما تنشر كذا. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم العمل مع الجماعات الإسلامية التي قد يثني عليها بعض العلماء وتنتمي لأهل السنة في العموم؟ أنت لا تناظر الثناء أحد، انظر إلى منهجها، هل هو على الكتاب والسنة ولا لا. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، علوم الآلة وعلوم المقاصد أيهما يقدم، خصوصا إذا كان من يطلب العلم من الطلاب الوافدين؟ لا بد من علوم الآلة ونفس العلوم المقصودة من هذا، الآلة لا بد، النحو هذا آلة، تعلم اللغة هذا آلة، لا بد من هذا لأنها وسيلة إلى العلم النافع. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم قول توكلت على الله ثم عليك؟ ما حاجة إلى ثم عليك، قلت توكلت على الله ووكلتك، يقول وكلتك. نعم، ما يقول توكلت عليك، يقول وكلتك. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل في القرآن مجاز؟ نعم. هل في القرآن مجاز؟ فسر لي المجاز، وش معناه؟ وش معنى المجاز؟ المجاز اللي عند أهل البلاغة، وأنه المجاز هو يعني غير الحقيقة، لأنهم يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، فهل تقول إن القرآن غير حقيقة وإنما هو مجاز؟ هذا صعب. يقول: أحسن الله إليكم، ما هي المنهجية في الكتب الفقهية التي يحفظها طالب العلم؟ ما هي المنهجية في الكتب الفقهية التي يحفظها طالب العلم؟ طالب العلم إن كان في دراسة نظامية يحفظ الكتب المقررة، وإن كان يدرس على المشايخ، المشايخ يوجهونه إلى الكتب التي يقرأها عليهم ويشرحونها له. نعم. يقول: أحسن الله عليكم، ما المراد بحبل الحبلة في الحديث؟ نتاج النتاج، يعني ولد البهيمة، إذا كانت حاملا فيقول وصيلك أو أعطيك نتاج هذه البهيمة، يعني ما ولده ولدها، هذا مجهول. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، في الحديث أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، هل هو نراه اليوم من تفرق المسلمين؟ نعم، هذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر بهذا لأجل التحذير من التفرق والاختلاف، وأن نتمسك بالكتاب والسنة، ولا يعصم من التفرق إلا هذا الاعتصام بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يتأخرون عن الصلاة ولا يأتون إلا في الركعة الثانية أو الثالثة، أو يأتون مع الجماعة الثانية؟ طلبة العلم قدوة، وهم أولى الناس بالمحافظة على الصلاة وحضور الجماعة،
فلا يكونون قدوة سيئة ولا يمثلون طلب العلم الصحيح. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يصح الاعتماد على التقويم في تحديد وقت صلاة الضحى؟ يا أخي صلاة الضحى من ارتفاع الشمس يرى بالعين، الشمس تشاف بالعين، إذا ارتفعت الشمس استقلت عن المطلع إلى أن تستوي فوق الرؤوس، كل هذا وقت لصلاة الضحى. نعم، صلى الله بس يقويك تصلي. نعم. يقول أحسن الله إليكم: كيف يعرف منهج السلف وبمن وما هي الكتب التي تبين منهج السلف؟ هالمقررات التي بأيديكم في الجامعة، جامعة الإمام والجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى، الكتب اللي في أيديكم هي كتب السلف ولله الحمد في العقيدة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم القول يقول أحد الطلبة أني أريد أن أكون قريبا من العلماء فقط ولا أريد أن أجتمع مع طلاب العلم؟ كيف تبي تطلب العلم ولا تكون مع طلاب العلم؟ يصير لحالك، تبي علماء لحالك خاصين بك؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هناك بعض طلبة العلم يقول أنه مقلد لمذهب فقهي معين دون غيره من المذاهب الفقهية، فهل يجوز هذا؟ تقليد الأعمى لا يجوز من غير دليل، أما التقليد الذي يكون تبع الدليل فلا بأس بذلك لغير العلماء، العلماء ما يقلدون، أما طالب العلم لازم من التقليد، لكن ما يقلد إلا شيء عليه دليل. نعم. يقول أحسن الله إليكم: رجل مبتلى بالعشق الطاهر النقي وليس العشق المحرم ومبتلى بالعادة السرية، فما نصيحتكم له؟ يتجنب أسباب العشق. وش أسباب العشق؟ النظر، يمكن كثرة النظر، مطالعة الصور، النظر في القنوات